عم بصطادوا كتير. الناس بتيجي لهون بتصطاد، في عالم مع عائلات، في شباب، في كتير يعني بيصطادوا، في عدة أنواع بيصطادوها هون حسب يعني. في نوع اسمه البرط بيصطادوه هون، بس كبير، حجمه كبير. وأنا أشوف إيش بيصطاد أهلي بورجيكم. هذا الفرق هلا طلع استوى هيك على السريع، سحبته بس ما لحقت اصوره مظبوط يعني، عشان هيك طلع بلطط. هيدا صار هنيك الباب، يعني شغلة 6 دقايق 5 دقايق نوصل على المكان هذا. الشباب قالوا وقف على الجسر، هذا الجسر بتصطاد فيه. هلا بنكتب اسم المول، اسمه بحيرة كبيرة. هاي الكنيسة هون، هون في باب مفتوح على البحيرة، وهي إشارة اسمه، والباص بينزلني هنيك على مسافة 3 دقايق، وهي عن البحيرة هون معلومات يعني. بعدين ندخل لجوا. بعدين بنروح لتحت،
في الجسر هناك خشب وفي ساوي غرفة. أنا نشوف هذا شلون حكى بدلنا. هلا الله تازه وانا فاتحين